يسعد مساكم مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم سيدتي. مع الأجواء الباردة والمطر ناخذكم اليوم بجولة في أنحاء المملكة وفي أنحاء أيضا الوطن العربي، حتى نعرفكم على أشياء كثير تهمكم، تهم حياتكم الأسرية والشخصية. نبدأ معاكم مثل ما عودناكم دائما بالعناوين. في سيدتي اليوم، رحلة فنية بالألوان في تجربة التشكيلية السعودية سحر عناني. في ظل الخطر كيف نحمي بطاقاتنا الائتمانية من السرقة؟ التضحية والتنازلات بين الأزواج قد تكون سبباً في توتر العلاقة الزوجية. كيف يكون الشخص عدواً لنفسه؟ سيدتي يناقش المختصين. ما شفتم مشاهدينا، سرقات البطاقات الائتمانية هذه ظاهرة منتشرة نوعا ما هذه الأيام في المملكة، راح نسلط الضوء عليها من خلال برنامج سيدتي. وأيضا لدينا الكثير والكثير من المواضيع، منها أمسية الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن. غدا يعود البدر على عشاقه في العاصمة الرياض وتحديدا في جامعة الفيصل من خلال أمسية شعرية بعنوان أمسية البدر، يصاحبها معرض، وأكيد الإيرادات كاملة راح تكون مخصصة لوقف خيري لدعم صندوق الطالب. صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتنمية بجامعة الفيصل تنضم لنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة. أهلا بك سمو الأميرة الدكتورة مها. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتينا اليوم. الله يطول عمرك ويسلمك، أنا كثير ممنونة ومتشكرة أنكم عطيتونا هالفرصة. والحقيقة نحن دائما متابعين لروتانا خديجية وبرنامجك سيدتي، والحقيقة نحن هذا الشيء بيخلينا نكون كتير مبسوطين أنه نحن من على منبرك هنحكي شوي عن موضوع جامعة الفيصل. نتشرف متابعتك سمو الأميرة. رح نسألك شوي وندردش معك حول هذه الأمسية، من أين كانت بادرة انطلاق فكرة التعاون لعمل أمسية شعرية داعمة لصندوق الطالب في جامعة الملك فيصل؟ الحقيقة جامعة الفيصل هي جامعة غير ربحية تعنى بالطالب، تأسست عام 2008 من قبل مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وهي تتمحور كل جهودها حوالين الطالب وحوالين أنه تدعم يكون في عنا طالب منتج جيد عالمي بيقدر أنه هو يتنافس عالميا على أي موضوع هو بيريد أنه يكون فيه في مجال الأبحاث في مجال العمل. وابتدى الموضوع الحقيقة من سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، زارنا في العام الماضي وكان في عنا معرض اسمه أرتولوجي. والحقيقة نحن مش بس منركز في الجامعة على الكليات اللي هي موجودة اللي هي الطب والهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والصيدلة، منركز على الناحية الثانية للطالب اللي هي ينمي فيها كإنسان، وهي النواحي الفنية والنشاطات. وشرفنا سمو الأمير بدر وكان كتير متأثر بمجهود الطلبة بالفن الجميل اللي قدموه، وإيمانا منه بقيمة الطالب وقيمة الأشياء اللي تضاف إنه في الجامعة، الأشياء اللي نحن نسويها ونحاول ندعمه فيها، فهو قرر يرجع عن اعتزاله ويخصص هذه الأمسية بالكامل. الله يطول عمره ويجزاه عنا ألف آمين خير. آمين. تكون إن شاء الله لا صندوق وقف الطالب إن شاء الله. آمين. أكيد سمو الأمير بدر بن عبد المحسن يعني معروف بلمساته الإنسانية وتفاعله بمثل هذه المبادرات. سمو الأميرة، هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها بالنسبة لكم، أم أنه كان في أيضا مبادرات دعم أخرى في السنوات الماضية؟ الحقيقة نحن لا نكل ولا نمل، والجامعة كلها غير ربحية وتأسست من مجهود وتبرعات أهل الخير في البلد. نعم. المباني، الملاعب، كل ما فيها هو تبرع، ابتداء من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وبرئاسة رئيس مجلس الأمناء سمو الأمير خالد الفيصل وأعضاء مجلس الإدارة وجميع اللي تبرعوا ودعمونا
كل شيء فيها يرجع لمصلحة الطالب ويرجع لتنمية مواهبه وتنمية دعمه. والحقيقة فهي كل الفكرة تبعيتها الحقيقة للجامعة هو خيري الحقيقة. نعم، كان متفاعل سمو الأمير بدر بن عبد المحسن بهذه المبادرة لإحياء الأمسية، بماذا تعيدون بهذه الأمسية؟ إيش حابين توصلون الرسالة غير أنه الطالب مهتمين فيه وهذا شيء مهم وجزء مهم في المجتمع؟ الحقيقة نحن مع رؤية 2030 الحقيقة. نعم. وهذا من تحقيق للرؤية، أنه الاهتمام بالإنسان وبالطالب من جميع النواحي الفنية والإنسانية وإبراز كمان، يعني أنا بالنسبة لي مش بس فخر أنه يكون الأمير بدر موجود معنا، هو بالنسبة لنا رمز وقمة وعطاء في بلدنا. فأنا بالنسبة لي قد ما هو عم يعطينا نحن عم ناخد، نحن عم نقدر نشوفه، عم بيشوفوه محبينه، عم بيشوفوه عشاقه، عم بيشوفوه طلبتنا الجيل الجديد، الناس اللي تسمعه ودي ما يعني ما هي عارفته، ما صح لها انها تشوفه وتسمعه وتتأثر فيه. فأنا بالنسبة لي مكسب رائع للجميع. نعم، تخيلي سمو الأميرة في كثير تفاعل لما نزلنا بوست بأنه غدا في أمسية شعرية للأمير بدر بن عبد المحسن، حتى من عمان، حتى من دول الخليج، من أكثر من دولة جتنا رسائل أنه نصور هذه الأمسية ونرسل لهم إياها على السوشيال ميديا سواء كان سناب شات أو إنستغرام. فتخيل التعطش لقصائد الأمير بدر بن عبد المحسن قديش كبيرة. سمو الأميرة أيضا في قصائد كتبها سموها لهذا الحدث، يلي تتكلمين عنها؟ الحقيقة هو تفضل وكان في لقاء مع روتانا خليجية يا هلا مع الأخ خالد العقيلي. نعم. من يومين وكان فيها قصيدة رائعة، هو اختار يقول من الخمس قصائد واحدة اللي هي في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكانت جدا جميلة. هو الحقيقة حابب أنه يكون من على المنبر بكرة إن شاء الله يقول القصائد الثانية، ونحن نزلناها رغبة بناء على رغبة سمو الأمير بدر في مزاد صامت الخمس قصائد لأي أحد يحب أنه يشتريها ويكون كمان ريحة كله لصندوق الطالب. جميل جدا، إن شاء الله أن تتوفق إن شاء الله هذه الأمسية مثل ما عودنا دائما أنه دائما أمسياتها مميزة. وأيضا شكرا لكم سمو الأميرة على هذه المبادرة. لو سألناك عن الأنشطة اللي تقدمها الجامعة للطلاب سواء كانوا إناث أو ذكور، فوش تقولي لنا؟ حقيقة من الأشياء اللي رائعة بالنسبة لطلابنا وطالباتنا أنه نحن ما احنا قادرين نواكب الأشياء اللي هم قاعدين يسووها، يعني ابتداء من مجهوداتهم على مدى سنين. في من الأشياء اللي تذكرني تحضرني اللي هي هالحين اللي حاصلة، اللي هي مثلا وجودهم في شيل إيكو ماراثون في تصميم سيارة تخدم البيئة، كانوا مع شيل إيكو وتباروا في الفلبين لمدة سنتين، وهلأ هذه السنة الثالثة كمان في عنا مبادرتهم اللي هي علماء في الإسلام طلبة كلية الهندسة. في عنا أشياء اللي هي اللي دائما سنويا يسووها طلابنا وطالباتنا اللي هي مع ألزهايمر ومع زهرة. نعم. وتيدكس ومتد، يعني ما شاء الله عليهم في كل المناسبات اللي انت تتخيليها اللي هي تخدم وموجودة، إن كانت حملة تبرعات بالدم أو كرنفال أو مساعدة الأطفال، أي شيء انت بتحبي تدخلي عليه اجتماعي حتلاقي طلبتنا وطالباتنا متصدرين ومتميزين. نعم، شكرا لك سمو الأميرة صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتنمية بجامعة الفيصل. شكرا لهذه المداخلة الجميلة، وإن شاء الله أكيد راح نكون موجودين غدا في الحدث. يعطيك ألف عافية. مثل ما شفتم مشاهدينا غدا الأمسية بإذن الله راح تكون في الرياض، روحيها سمو الأمير بدر بن عبد المحسن في قصائده وفي الأشياء الكثيرة المتعطش للجمهور أن يسمعها منا بإذن الله. الآن راح ننتقل ونأخذكم إلى جدة إلى حيث زميلاتنا أسرار وإيمان في جدة. يسعد مساكم.
يا مساء الخير مروة. طبعا حقيقة احنا كلنا متعطشين لهذه الامسيات حقيقة. طبعا يا مساء الخير عليكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. حلقتنا اليوم اكيد حلوة ومميزة، بس خلونا كما عودناكم نمسي في البداية على ايمان. يا مساء الخير ايمان. يا مساء الخير يا اسرار. يا مساء الخير لكل اللي بيتابعونا في هذه الحلقة الجديدة. وراح نسأل اسرار سؤال. يا اسرار، ايش رايك في تقلبات الجو اللي صاير عندنا في المملكة في هذه الفترة؟ حقيقة يعني ايمان، الجو هذه اليومين زي ما يقولون يعني الوضع باريسي، او اتوقع لا تعدينا مرحلة الباريسي، صرنا أحلى من الباريسي بعد. أكيد. ومشاهدينا، بما أنه سايرة تقلبات الجو عندنا في المملكة، يوم يصير مطر في منطقة ومناطق أخرى يكون فيها ثلج، فإحنا كذا يكون عندنا شوية فضول أن إحنا نسأل المختصين في هذا الموضوع، ويكون عندنا فقرة نسأل فيها مختص. صحيح إيمان، عشان كذا إحنا معنا عبر الهاتف طبعا الدكتور الفلكي خالد الزعيق ليشرح لنا طبعا عن أحوال الطقس في الأيام القادمة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. يا هلا فيك دكتور خالد. هلا والله. هلا والله. بداية دكتور، إيش نسمي الفصل أو الموسم اللي إحنا فيه ما شاء الله بالأجواء الباريسية اللي إحنا بنعيشها في المملكة؟ هذه تسمى بالعرف المحلي موسم العقارب، وموسم العقارب هو الحد الفاصل بين الشتاء البارد والصيف الحار، بما يسمى بالعرف العلمي الفترة الربيعية. وهذه الفترة تأخذ من صفات الأمطار الشتوية، بطرف ثانية تأخذ من صفات الأمطار الصيفية، فتأخذ الديمومة والعمومية من صفات الأمطار الشتوية، وتأخذ الغزارة وحبات المطر الكبيرة من صفات الأمطار الصيفية. وقد اجتمعت خلال هذه الفترة الزمنية المحصورة بما يسمى فترة الربيع هذه الصفات التي لا تتصف في غيرها من المواسم إلا في هذا الفصل. ولقد عشنا وما زلنا نعيش تحت وطأة تأثير حالة مطرية على شكل حزام سحابي ممتد من المناطق الغربية مرورا بالوسطى وانتهاء بالمناطق الشرقية، ومن ثم دول الجوار من الدول الخليجية، وقد أثرت على السعودية. صحيح دكتور، ولكن ايش تتوقع في الأيام القادمة للطقس عندنا هنا في السعودية؟ ومتوقع بحول الله من هذه الليلة أن تنخفض درجات الحرارة لمعدلات متدنية على المناطق الشمالية، ومعدلات تقريبا تدور حول الخمس درجات، أو نقدر نقول أقل من 10 درجات، وتكون هذه البرودة ملحوسة بالصقيع، وهذه البرودة مجلوبة أو مستوردة من الخارج عن طريق رياح شمالية. ولهذا ننبه أنه سيكون هنالك في يوم غد من الليلة وفي يوم غد رياح ناهضة ربما تثير الغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة. يعني نقدر نبشر مشاهدين أن الأيام الجاية إن شاء الله رح تكون برضو الأجواء جميلة؟ بحول الله ستكون الأجواء شاتئة، أي أجواء شتوية خلال الأيام الخمسة القادمة. الليالي الشتوية الباردة ستنتابنا من الليلة، ليلة الجمعة على الجمعة على السبت. جميل. ومن ثم سنعيش أيام الأسبوع القادم على آثار هذه الموجة الشتوية المستوردة من المناطق الشمالية من سوريا ومن تركيا وما شابه ذلك. طيب أستاذ خالد، نبي نعرف هل هذه التقلبات شملت كل مناطق المملكة ولا مناطق على مناطق معينة؟ التقلبات شملت كل مناطق المملكة وليست كل مناطق المملكة، لكن هذه التقلبات تختلف من سمة لثانية. فقد انتابت المناطق الشمالية رياح أثارت الغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة، والمناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الجنوبية الغربية من السعودية اتسمت هذه التقلبات بأمطار متأرجحة بين الغزيرة والمتوسطة، وأيضا المسبوقة بعصف ريح كانت غزيرة جدا على المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، خاصة منطقة عسير والباح والنماص كانت غزيرة هذه الأمطار، وكانت هذه الأمطار تقريبا شبه خفيفة على المناطق الجنوبية من منطقة القصيم، وفيها شبه غزارة على المناطق أيضا الواقع المناطق الشرقية. صحيح من السعودية. صحيح. جميل جدا. الدكتور الفلكي خالد الزعيق، شكرا لك وشكرا لهذه المعلومات، وإن شاء الله أجواءنا دائما تكون حلوة إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله بإذن طبعا الله. الكثير منا إيمان لما يكون في حلم أحيانا يصحى من الحلم ويروح هذا الحلم،
واحنا حابين نكمل الحلم اكيد. احيانا فعلا وارجع اقول لا الحلم حلو مستحيل اليوم، حابه تكمل الحلقه الاخيره يعني لازم من جد يعني يا دوبك الواحد بيحلم حلم حلو. طب اذا حابه تعرفي ايمان وحابين تعرفوا مشاهدينا كيف ممكن نكمل الحلم في نفس الحلم طبعا اللي كنا نحلمه، خلينا نتابع هذا التقرير ونشوف كيف ممكن نكمل حلمنا. الاستيقاظ من حلم جميل دون معرفة نهايته قد يكون الجزء الأكثر إزعاجاً في النوم، وعندها تبدأ المحاولات الجاهدة للعودة إلى الحلم واستكماله لمعرفة نهايته. اختلفت تفسيرات العلماء حول هذا الموضوع، وكان التفسير الأبرز هو ارتباط هذا الفعل بالعقل الباطن، لكن إن أردت سيدتي استكمال منامك إليك هذه الحيلة البسيطة علك ترضين فضولك. عودي إلى النوم فوراً في حال استيقاظك دون أن تحرك ساكناً، واسترخي كي لا تتداخل مؤثرات المحيط الخارجي مع بقايا الحلم العالق في ذهنك. استرخي وخذي نفساً عميقاً واحرصي على إبقاء الغرفة مظلمة. وأخيراً حاولي سيدتي أن تستدعي حلمك وتذكري تفاصيله لإنجاح استكماله، لأن الأحلام هي في الأصل أفكار ومشاعر وردود أفعال من الوعي وحياة اليقظة. في سيدتي بعد الفاصل، في ظل الخطر كيف نحمي بطاقاتنا الائتمانية من السرقة؟ مع تزايد وشيوع استخدام شبكة الانترنت في شتى المجالات، لا غرابة في أن نرى هذا الكم الهائل من محاولات سرقة المعلومات، وبالأخص تلك التي تستخدم في المعاملات المالية. على الرغم من الإجراءات التي بدأت تطبقها الدول للحفاظ على سرية المعلومات، إلا أننا نلاحظ أن عمليات القرصنة نجحت في السنوات الأخيرة في الوصول إلى معلومات ملايين البطاقات. أوضح تقرير أن الخسائر الناتجة عن هذه السرقات من بدايتها حتى عام 2008 بلغت 600 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة وحدها، وفي سنة 2009 بلغت الخسائر الناجمة 52 مليون جنيه استرليني. أصبحت معدلات السرقة في تزايد مستمر، ولا بد من الأخذ في الحسبان ازدياد عدد مستخدمي شبكة الانترنت لأغراض التسوق وإجراء التعاملات المالية عبر الشبكة، فكيف نستطيع حماية أنفسنا وأموالنا من شبح السرقة؟ نعتقد بأن هذه الظاهرة منتشرة في الأونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، ولكن تبين لنا من خلال هذا التقرير بأنها منتشرة في كل أنحاء العالم حتى في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، لأنه في الفترة الأخيرة مثل ما تعرفون مشاهدينا في أكثر من حالة تم فيها سرقة البطاقات الائتمانية أو ما يسمى الفيزا كارت عن طريق الإنترنت بأكثر من طريقة. رح نتعرف عن هذه المعلومات وأهم المعلومات عن الحماية لتفادي الخسائر وفقد الأموال نظرا للحاجة في الوقت الحالي للشراء عن طريق الإنترنت. مثل ما تشوفون تقدمت الطرق التقنية وكثرت المواقع والمتاجر في الشبكات العنكبوتية، بالتالي احنا نضطر ان نشتري عن طريق الانترنت لحماية انفسنا من هذه الاختراقات وايضا السرقات. راح نناقش مع الضيف الخبير التقني الاستاذ مشعل الهويمل كل التفاصيل. يسعد مساك يا استاذ مشعل. الله يسعد مساك، شاكر لك الاستضافة وسعيد ان شاء الله نطلع بفائدة السادة المشاهدين. الله يسعدك يا رب، نورتنا اليوم في برنامج سيدتي. وما تتخيل قديش عندنا أصحاب وزملاء الحين تعرضوا إلى سرقات عن طريق الفيزا كارت، منهم زميلنا المعد مشعل تراد سند، وأيضا أحد الزميلات في إحدى القنوات مقدمة برامج كمان تعرضت للسرقة عن طريق الفيزا كارت. شلون يعني قاعدين يتعرضون لها السرقات هذه، وبأي حق يتم سرقتهم؟ بدون أي حق، هو شلغين قانوني، لكن تعدد السبل سواء أخذ المعلومات حتى وصلت الآن إلى تزوير البطاقة نفسها واستخدامها بغير وجه حق.
الطرق مالها ما قاعده توقف، قاعده تمشي بشكل متوازي مع خبراء الامنيين قاعدين يطورون ويسدون ثغرات. على المقابل الهاكرز قاعدين يطورون ادواتهم وطرق واستكشاف الثغرات الجديده. فما نقدر نقول ان في طرق محدده، لكن في طرق تستخدم بشكل كبير. يعني الهاكرز منتشرين في كل مكان الحين، في كل مكان ممكن. وهل هم لهم دور كبير في سرقات الفيزا كارد؟ نعم، هم اللي يسرقونها، هم نفسهم هم اللي يسرقونها، يتعبون علشان يقدر ياخذ معلومات الفيزا. نتكلم عن بعض الطرق المنتشره حاليا وللاسف قاعدين نشوفها بشكل كبير حاليا. تجي رساله على من خلال رسائل البريد الالكتروني، يحصلون على قاعده بيانات بطريقه او باخرى، قانونيه او غير قانونيه. بعدها يرسلون مثلا نفترض بنك معين ايميل معين يطلب منك تحديث بتصميم ما تستطيع تفريقه عن الرسمي، انه تحديث بيانات او عندك اشكاليه، تدخل الرابط هذا تحصل صفحه البنك. مجرد اني انا ادخل الرابط راح تطلع لي صفحه البنك، صفحه البنك لكن مزوره. طيب مصممه بعينها يعني مبرمجه. طيب انا لازم احتاط من كل صفحه بنك تكون موجوده في حجاني اي رابط؟ في الاساس البنك ما يطلب منك اي معلومه، اجراء عن طريق البريد الالكتروني او حتى عن طريق الهاتف. نعم. فقط زياره الفروع او حتى عن طريق حسابك البنكي في الموقع نفسه. انت اللي تدخل موقعك وتعدل فيه، لكن اي واحد يتصل عليك يقول لك انا البنك الفلاني غير صحيح، رسائل البريد الالكتروني سواء بنوك او غير بنوك او المواقع الخدميه حتى. قاعدين نشوف حتى على الاب ستور التطبيقات يطلبون منك تحديث. هم بالاساس ما يطلبون منك تحديث بالطريقه هذه. حتى البنك يحذر، نشوف دائماً الرسائل في رسائل بنكيه لا تتجاوب مع اي اتصال او رساله بريد الكتروني، توجه للفرع راسا. استاذ مشعل، كيف تتم قرصنه بطاقه ائتمانيه، بطاقه الصراف نفسها؟ كيف تنسرق منك معلومات وتنسرق منك فلوس وانت قاعد تسحب من الصرافه؟ لانه الزميله اللي تعرضت للسرقه كانت مدخله اوريدي صرافتها وقاعده تسحب فلوس، طلعت لها معلومات اول شيء فيها غلط بالمعلومات، الصفحه المره الثانيه لما قاعده تسحب الريسيت طلعت لها صفحه فاضيه بيضاء. جميل. في نوعين من الشهاده اللي ذكرتيها انت، انه يستنسخ بطاقه كامله. لكن فيه الشيء الثاني، ممكن احصل على معلومات البطاقه الائتمانيه، انا فقط احتاج المعلومات البطاقه الائتمانيه، ممكن استخدمها وهي في جيبك الان، اروح لاي موقع واستخدم المعلومات الموجوده على ظهر البطاقه واستفيد منها بدون الحصول على البطاقه. لكن الشكل الثاني انه يستطيع تزوير بطاقه ويقدر يسحب منها كاش، بحيث ان انتشرت الفتره الاخيره شفناها في فيينا في احد دول الخليج عصابه بشكل ممنهج. تصوير الفيديو وضح انه يجي للصرافه مع اجهزه لقراءه الصرافه نفسها، يركبها فوق الجهاز هذا نفسه محل ما نحط الصرافه، هو جهاز قارئ للبطاقه. هل الجهاز هذا محل يعني مسموح بيعه في كل مكان؟ لا لا، عشان كذا هم قادرين يحصلون عليه. ما هو مسموح فيه، لذلك هم الكاميرا الفيديو اللي تطلعها ممكن ما يتجاوز 5 ثواني، مجرد ان يركب القارئ يركب الكيبورد. نعم. القارئ البطاقات هذا مزود بكاميرا موجهه الى الكيبورد بحيث انه يشوفك وانت تحط الرقم السري. عن طريق القارئ البطاقه هذا، عن طريق اجهزه معينه، يقدر يستنسخ بطاقه كامله، يروح لاي متجر ثاني ويشتري منه. لكن هذا بالنسبه يمكن اقل، لان هذا يخافون من موضوع الكاميرا وما الكاميرا. الاخطر من هذا اللي هي قرصنه المواقع الالكترونيه، او حتى ممكن احيانا تجيب اهمال مننا، ان احنا نعطي معلوماتنا في المكان الخطا. زي ايش مثلا المكان الخطا؟ زي مواقع مشبوهه ممكن يعني غير موثوقه غير امنه، ما تستخدم التشفير. للمواقع فيها تشفير معين بنفصل فيه بعد شوي. في ايضا ان ممكن انا ارسل بطاقتي عن طريق برامج الدردشه العاديه، هذه ليست امنه بالتالي عرضه للسرقه. ايضا ممكن يرسلها عن طريق البريد الاحد، ممكن انا اتصل على شركه معينه ابغى خدمه معينه، مثلا فرضا تذكر الطيران، وعلى التليفون يقول لك اعطني بطاقه الائتمان. بالضبط. الحين مثلا مكاتب الطيران، هل ممكن اتعرض للقرصنه عن طريق مكتب طيران؟ نعم، هو مجرد انه حصل على المعلومه يقدر، معلومات الجهه. أيوة. البطاقه يقدر يتصرف فيها. ممكن انا اتصل على شركه مرموقه موثوقه، لكن انا مش يضمن لي ان الموظف اللي قاعد يكلمني الان ما يسجلها بورقه خارجيه ويستفيد منها خارج هذا. يعني الموظف يقدر يسحب، يقدر يسجل، هي بس مجرد ارقام يحصل عليها خلاص يقدر يتصرف فيها. طيب وش نصيحتك للناس اللي تحجز لما تسافر عن طريق الفيزا كارت وتعتبر رقم البطاقه الكريدت كارد، لان في اكثر من فيزا ماستر. اول شيء ننتبه جيدا للموقع اللي نتعامل معه. الموقع الخطوة الأولى، أسأل عن الموقع من خلال جوجل مثلا، تجارب الناس اللي سبقوني. برضو في مواقع عالمية
تفيدني في الموضوع هذا، مجرد اني ما اخذ الرابط واحطه في الموقع هذا تجيني رسائل الناس من كل انحاء العالم، وش التجارب اللي صارت معهم، هنا احكم انا. الموضوع الثاني، دخلت الموقع اشوف هل هو مشفر يستخدم التصفح الامن او لا، كيف اعرف التصفح الامن في المواقع؟ عاده المواقع يبدا الرابط فوق لو نشوف المتصفح يبدا بال HTTP فقط، هذا المواقع العاديه اللي ما تستخدم بوابه الدفع، لكن اذا صار يستقبل بوابه الدفع لازم يكون في الوضع الامن. لو نلاحظ فوق باللحظه يبدا بال HTTPS ويكون باللون الاخضر وبجانب علامه القفل، هذا معناه انه يستخدم تشفير والتصفح الامن، بامكاني ادفع عن طريق. معلش تعيدها مره ثانيه عشان نركز، اللي بنركز عليها عشان المشاهدين، نقطه التشفير. نعم التشفير، المواقع نوعين، في احد يستخدم التشفير وواحد ما يستخدم تشفير. نعم. كيف اعرف اللي يستخدم تشفير؟ الاحظ الرابط فوق بالاعلى. نعم. قبل WWW هذه موجود HTTPS. نعم. وجانبها علامه قفل وغالبا تكون باللون الاخضر، هذا معناها هذه امنه، مشفر امنه وتقدر تستخدمها بكل، بعد ما شفت تجارب الناس معاها بامكانك. نعم. تستخدمه. اما اذا كان يبدا بس HTTP فقط باللون الاسود لا تستخدمه، لانه ما يستخدم تشفير. ممكن انا قاعدين نستخدم انا وياك شبكه واحده، انت قاعده تدفعي عن طريق موقع غير مشفر. انا بامكاني بادوات بسيطه حتى ما احتاج لمحترف فيها، عن طريق الانترنت اقدر انزلها، اعرف وش المعلومات اللي انت قاعده ترسلينها واللي قاعده تستقبلينها، وبالتالي انا باخذ المعلومات اللي انت قاعده تدخلينها، المعلومات الشراء هذه. مشكلة لو نفرض ان احنا قاعدين نستخدم شبكه عامه ما هي شبكه خاصه. نعم نعم. لو احنا احيانا نحمل برامج، نحمل العاب، تطلع لنا روابط، اول شيء تطلع لك صوره فيها اعلانات تضغط عليها تدخل في روابط عديده، هذه كمان تاثر على موضوع القرصنه، لها دور في القرصنه، تكون فعلا ملغومه ما هي مشكوك في امرها. ما لها دور، الغالب اللي تطلع لنا في الالعاب او في البرامج الثانيه مجرد اعلانات، مجرد انك تضغط هو قاعد يستفيد من النقره هذه. لكن وش فائده من النقره استاذ مشعل؟ اعلان بس، مجرد انه هذا دخل، ايوه عدد مثلا احد دخل كم ضغطه على الاعلان. أيوة. انت قاعد تستفيد حسب الموقع اللي انت مشترك معه. لكن موضوعنا عن القرصنه واللي هي الفيزا، هل ممكن اثق في اللعبه هذه؟ مثلا اللعبه هذه عندها مزايا، كل ما احتاجت ميزه اضافيه يقول لك ادفع. الدفع غالبا يكون عن طريق المتجر الرسمي، مثلا في الايفون ولا اندرويد الدفع ما يكون عن طريق اللعبه. نعم. يكون عن طريق الاب ستور، من هنا يكون الوضع امن جدا، ما في. نعم. اي مشاكل. ايضا في انت عارف انت مواقع التسوق ايضا تم اختراق اكثر من موقع تسوق. صحيح. وفي ناس اشترت في بطاقات ائتمانيه من مواقع التسوق هذه. صحيح. ممكن يكونوا معرضين ايضا للقرصنه. نعم. ارقام بطاقاتهم ايضا ممكن تكون راحت. لا ما تكون راحت ان شاء الله، بتكلم في الفقره القادمه ان شاء الله كيف تسترجع فلوسك. لكن نتكلم عن ان الناس كيف، ليش تستخدم الموقع هذا؟ قلنا في قبل شوي قلنا وش الاجراءات اللي ممكن تسويها قبل ما تقرر هل اشتري الموقع هذا او لا. نعم. ولكن في مواقع ضخمه جدا، يعني في مواقع تسوق اونلاين ضخمه هذه المواقع، ففي حال تعرضت للاختراق، يعني انا ما راح اكون عارفه انه ممكن تكون تعرضت للاختراق او لا، ممكن فجاه نلاقيها خلاص يعني اوريدي مخترقه مهكره. هي حسب الاستخدام، هي لو نفترض اني دخلت انا وقعت في مشكله انه فعلا معلوماتي تسربت وحصلت، حصل واحد على المعلومات هذه واستخدمها. هنا مثلا يجينا رساله اس ام اس فورا، فور اتمام العمليه يجيني رساله اس ام اس، انا ادري ان ما هي العمليه ما هي لي انا، مباشره ارفع التليفون على البنك. نعم. في البدايه اقول وقف البطاقه، وقف العمليات، استفسر على العمليه هذه. ممكن اكون انا مثلا مشترك بحاجه مثلا بنظام سنوي، نظام شهري، دفعات، فاتذكر ان هذه، لكن اذا تاكدت ان ما هي لي مباشرة اتصل على البنك اوقف البطاقة واعترض. في كل بنك في نظام اسمه اعتراض على العمليات، اعترض على العملية ان هذه انا ما سويتها. مثلا ممكن انا قاعد في السعودية فجأة بطاقتي صارت عليها عملية في دولة معينة، مثلا ادق على البنك، هم يتولون عملية الاستفسار، مثلا هم يرجعون للشركة المزودة للخدمة، مثلا فيزا او ماستر كارد او ايا كانت، ومنها يستفسرون من التاجر نفسه، من بنك التاجر. عندنا شكوى من عميل انه في فلوس طلعت من حسابه بدون علمه، يعني عطنا ما يثبت، التاجر يقدم فواتير، يقدم اي مستند انه فعلا العميل هذا شرى مني. في حاله ان كان اعتراضك صحيح فلوس ترجع لك راسا بضمان مزود الخدمه. نعم. لكن اذا كان الاستفسار خاطئ، بعضهم يرسل اعتراضه هو خاطئ بس يقول ممكن تجي معه، لكن هنا البنك ياخذ منك رسوم تسمى عادة، تلاحظ البروشور اللي يجي مع البطاقة الائتمانية رسوم الاعتراض الخاطئ. نعم. يكون مبلغ معين مختلف من بنك لبنك. يعني نفهم من كلامك بأنه ربط البطاقة الائتمانية بحساب المتجر
ما في مشكلة. يعتمد الماتير غالبا، إذا كان الماتير الرئيسي إن شاء الله أنا آمن وعندهم طرق في الحماية عالية جدا آمنة، لكن الآن في الفترة هذه طلع العديد من المتاجر هي غير رسمية، مثلا على سبيل المثال في متاجر تتيح لك تنزيل تحميل التطبيقات هي غير قانونية في الأساس، مثلا نشوف تطبيق مثلا سناب لكن معدل في مزايا ثانية، الانستغرام نفس هذه هو أساسا قاعد يبيع محتوى غير قانوني ويطلب مني الدفع، فكيف أنا أثق في موقع أو تطبيق أو متجر قاعد يقدم لي محتوى غير قانوني؟ ممكن يأخذ معلوماتي البنكية ومعلومات الائتمان حقتي ويتصرف فيها، لأنه أساسا قاعد يبيع حاجة ما هي قانونية. نعم، في حال أنا ما عرفت أطلب مثلا من موقع إلكتروني واضطرت أني أتعامل مع الوسطاء، هل هذا في خطورة على بطاقتنا الائتمانية؟ ما في خطورة، ويأخذ حكم اللي قبل شوي اللي هو كيف الموقع هذا وشي سمعته، أراء الناس عنها، أراء المستخدمين اللي سبقوني عليه. المواقع هذه برضه استخدمها آلية التشفير وما التشفير بالإجراءات هذه تخليني أقرر أنا أشتري أتعامل مع الوسيط أو ما أتعامل مع الوسيط هذا، لكن غالبا الوسيط عندنا الأفضل أنك تتعامل معه بالتحويل البنكي، هو يشتري بطاقته السلعة مثلا اللي أنت تبغينها وأنا أحول لك حوالة عادية، غالبا الوسط يكونوا موجودين هنا ما يكونون برا. نجيك للسؤال الأهم واللي الكل قاعدين ينتظر الحين، أنا في حال تمت سرقتي وش ممكن أسوي وكيف ممكن أتصرف وشو ممكن أسترجع فلوسي اللي انسرقت مني؟ ذكرت أن البنك يتكفل بالموضوع هذا كاملا. نعم، إذا كان البنك أستاذ مشعل مثلا قالك أنا ما قلت لك روح أضغط على مثلا مرات في بنوك مثلا أوكي عزيزي العميل حولك على القسم ما أدري وش وحولك على القسم الثاني فتأخذ الإجراءات فترة طويلة والبطاقة مثلا مسروقة أو الفلوس انسرقت خلاص وراحت، يعني نقدر نسترجعها كاملة ولا الإجراءات هذه الطويلة لازم نتحملها؟ عشان ما هي ما تاخذ، هو ملزم البنك، هي ما هو خيار عنده ولا هي خدمه اضافيه يقدمها لك، هي هو ملزم بما ملزم البنك لانه حسب الاتفاقيه اللي بينك وبينه انت موقع عقد على اول ما اخذت البطاقه هذه هو وافقت على العقد الالكتروني على الاقل. نعم، هو ملزم يتصرف ويتابع معك الموضوع. وملزم البنك يعطيك معلومات من سرقك؟ لا، اي جهه اللي تم يجيك اساسا بدون رجوع للبنك خلالها. مجرد دخولك لحسابك البنكي تدخلين على العمليات، كل عمليه تعرفين من التاجر اللي سحب. بطبيعه الحال التاجر هذا هو مسجل في بنك معين ولا يقدر يفتح حساب الا بوثائق رسميه من البلد اللي هو فاتح فيها. نعم، لذلك بسهوله يقدروا يتبعون العمليه ومين اخذها، هل في اثباتات على العمليه هذه او لا، بامكانك ترجعها. مؤسسه النقد تلزم البنك انها يتابع مع الموضوع هذا بحكم انك وقعت العقد، هو ملزم بحاجات انت ملزوم بحاجات. سؤال اخير لك استاذ مشعل، هل ممكن انه وجود شريك موجود معك في الجوال ممكن يسهل عمليه سرقه البطاقات الائتمانيه؟ نعم، سواء جوال او جهاز لابتوب او حتى خاص، يعني كل واحد يستخدم جهازه ما ياخذ جهازه هلا ولا جهاز اخوه ولا اخته ولا احد، لا حتى جهازك الشخصي. لازم ننتبه، لا في شيء اكبر من الباسورد، في اغلب المتصفحات في حاجه اسمها الاكمال التلقائي، بمجرد اني ادخل موقع معين احط معلومات البطاقه يسالني فوق هل تريد حفظ البطاقه ام لا، اذا حطيت نعم هي بتحفظ في الجهاز، مجرد اني ما ادخل موقع ثاني، نفترض ان شريكك الثاني دخل الجهاز، دخل على الموقع الثاني ضغط، بس مجرد انه يضغط على معلومات الدفع بيقول لك هل تريد الشراء بهذه البطاقه، اذا حط نعم معلوماتك كلها تفتح له. نعم، لذلك يجب علينا أن نحذر من موضوع الإكمال التلقائي في كل متصفح من الإعداد، هي أقدر أوقف الشيء هذا. ثانيا أتجنب أني أسجل معلومات البطاقة سواء أسجلها يدوي ورقها الجي، ممكن توقع في يد أحد آخر أو أسجلها في الملاحظات مثلا، أو حتى أني أتساهل أني أصورها، مثلا قال لي أحد من الأصدقاء صور لي بطاقتك وعطني إياها، ممكن بشتري بنروح المكان معين. صحيح، هذه نقطة كثير نطيح فيها، مفترض انك ما تصورها اي معلومة، ما تصورها، المواقع هذه والتطبيقات هذه ما هي آمنة ب100%، كان اي مخترق يدخل، خصوصا الايميل، لانه سهل الواحد يخترق الايميل، ممكن هو اخترق ما عنده نية انه يسرق معلومات ائتمانية لكن اخترق فجأة يحصل معلومات ائتمانية، هي كذا صاد عصفورين بحجر. نعم، فيجب ان نحذر. معلومات البطاقة يجب ان تحفظ في على قولتهم ظهر غيب، ما اسجلها حتى بورقه خارجيه ولا اسجلها باي جهاز الكتروني ابدا. لان اقدر استفيد منها بس مجرد حصولي على المعلومات هذه انا استفدت من المعلومه.
شكرا لك استاذ مشعل. العفو. شكرا على المعلومات القيمه هذه، وان شاء الله الحين اللي قاعدين يشوفون الفقره يكونوا استفادوا وتعلموا كيف يحافظون على البطاقات الائتمانيه وما يستخدمونها ايضا استخدامات خاطئه، لانه المشكله احيانا تكون من عندنا ما تكون من صحيح. عند صحيح، هي في جزء اهمال مننا. نعم. صحيح. شكرا لوجودك معنا لليوم. العفو وحياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافه وسعيد جدا بتواجد، ان شاء الله طلعنا بماده مفيده للمساعده ان شاء الله. يعطيك الف عافيه مشاهدينا، كان معنا الخبير التقني الاستاذ مشعل الهويمل، شكرا لوجوده معنا وايضا شكرا لمتابعتكم. فاصل ونواصل. في سيدتي بعد الفاصل، رحله فنيه بالالوان في تجربه التشكيليه السعوديه سحر عناني. ورجعنا لكم من جديد. لطالما كان الإنسان المخلوق اللي يحب يعبر عن كل مشاعره ودواخله، طبعا الحركات هي لغة تعبيرية، طبعا الكلمات لغة تعبيرية، طبعا الحروف كمان لغة تعبيرية ونقدر نعبر فيها، لكن من أجمل الأشياء الواحد يقدر يعبر فيها ونقدر نقول الفنون. فالفن الواحد يقدر يعبر عنه بمشاعره ودواخله بالألوان، بالفرشاة، بأشياء كثيرة. وضيفتنا لليوم من الناس اللي يؤمنوا بهذا المبدأ. كمان هي إيمان من مؤسسين شارع الفن، ولها مشاركات عديدة خارجيا وداخليا، رحلتها طويلة جدا في الفن، واليوم رح نتعرف عليها ورح نتعرف على رحلتها. أكيد معنا الفنانة سحر عناني. أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. يا أهلا وسهلا بكم أستاذة سحر. اتأخرتي شوي عبال ما اكتشفتي الفنان اللي في داخلك، كما هو الحال أكيد في تجربتك الفنية. اليوم حابين أكيد نتعرف عليك ونتعرف إيش سبب هذا التأخير. هو فعلا ممكن يكون تأخير للظهور للعالم الخارجي أو المجتمع الخارجي، بس أنا مؤمنة فيه أنه كل شيء في وقته كويس. كان اهتمامي في مجالي الفني ضيق في حدود عائلتي، في حدود أطفالي، كنت بمارس الشيء ده في كتبهم، في دفاترهم، في مساعدتهم في الأنشطة الفنية في المدرسة. كبروا أولادي، لقيت عندي وقت فراغ كبير، فاتجهت للرغبة الموجودة عندي والحمد لله. حلو، جميل جدا. طيب أستاذة سحر، كنت مسؤولة عن القيم النسائي لبيت الفنانين التشكيليين، كيف قسم أضاف النسائي. القسم النسائي في اللي هو لبيت الفنانين التشكيليين؟ نعم. احتكاكك بهذول الأشخاص كيف ولد داخلك الفنانة، أو ساعدك أنك تكوني فنانة، وكيف أثر على شخصيتك كفنانة؟ ساعدني كثير، لأني كنت بساعد كثير من الفنانات المبتدئات، وأنا أعتبر نفسي مبتدئة لآخر مرحلة في حياتي. أنا أعتبر نفسي مبتدئة لأنه الفن مجال واسع وكل يوم الواحد بيكتشف فيه شيء جديد، فكنت مبسوطة فيه أني أنا بساعد الفنانات اللي بيجوا، لأن أنا كنت بسوي كل يوم 2 ورشة مفتوحة مجانية، كانوا بيجوا البنات وبيستفيدوا وبنفيد بعض، كل واحدة عندها معلومة بتفيد الثانية. وكانوا كمان في فنانين جزاهم الله خير بيعطونا خبراتهم، بيعطونا تجارب عن طريقي أنا بنقولهم للفنانات هذه، لأنه كان قسم النساء لحاله. جميل جدا. حلو، لكن اليوم لو سألتك إيش هو الخط اللي يميزك عن باقي الفنانات في هذا المجال؟ الخط اللي يميزني أنا أعتبره الأبواب. أنا أعشق الأبواب، خصوصاً الأبواب التاريخية. وطبعاً في كثير بيرسموا الأبواب، وممكن يكون نفس الباب اللي أنا رسمته أحد تاني رسمه، لكن يعني سبحان الله كل واحد له تأثيره وخطه. صحيح. وضربة فرشته. إيش السر؟ هل هناك سر وراء عشقك للأبواب؟ حنين للماضي، حب إحياء الموروث للأجيال القادمة. حلو، جميل جدا. طب أستاذة سحر، إيش المشاركاتك؟ حدثينا أكثر عن مشاركاتك داخل المملكة، وكان لك مشاركة أخيرة باسمها في معرض سلام فن. أيوة. حكينا أكثر عن هذه المشاركات. طبعا لي مشاركات داخلية في جدة والرياض وفي منطقة العلا وفي المدينة، ويعني في حدود الداخلية في المملكة. آخر مشاركة كانت موجودة الآن الأسبوع الماضي في معرض سلام فن، كانت جدا جميلة والحمد لله لوحتي كانت جدا ناجحة. المعرض عبارة عن يعني إن شاء الله حيكون في معارض مستمرة له بعد كده، يعني كانت أول تجربة كانت له في جدة، المعرض الثاني مثلا في الرياض، بعد كده في الشرقية، وإن شاء الله بعد كده في العواصم الخليجية، وإن شاء الله لبعد
كذا ان شاء الله. هذا بالنسبه للمشاركات الداخليه، لكن لو سالتك عن المشاركات الخارجيه، ايش هي مشاركاتك الخارجيه اللي هي خارج المملكه، وايش تتوقع ممكن تضيف للفنان هذه المشاركات اللي بتكون خارج المملكه؟ انا عندي مشاركات عملتها في الامارات يمكن مرتين او ثلاثه، وفي في شرم، وفي كم منطقة، وفي بولندا كمان شاركت بلوحة في معرض جماعي، وجاي كمان عندي مشاركة في أول مارس إن شاء الله في فرنسا، وآخر مارس في لبنان. حلو. بتضيف المشاركات الخارجية إنك أنت بتعرفي على فنانين من أقطار أخرى، بالذات إذا كان في هذه المشاركات في ورش عمل، إنك أنت بتعرفي على تقنيات جديدة، تكتسبي خبرات. أيوة طبعا كثير. بس أستاذة سحر، يعني هذه المشاركات الداخلية سواء أو الخارجية، هذه أكيد أضافت لك كفنانة وكإنسانة، بس في اليوم مثلا اللي بتابعونا واحدة تبغى تطلع تصير فنانة تشكيلية، فتاة سعودية لسه ما صقلت هذا اللي نقدر نقول الموهبة بالطريقة الصحيحة، كيف أو إيش الأشياء اللي تحتاجها عشان تكون أكثر جرأة ويكون أكثر موهبتها أكثر صقلا؟ يعني إيش الأشياء اللي ممكن تنصحيها هي؟ أول حاجة لازم يكون عندها ثقة بنفسها، الثقة بالذات أهم شيء، لأن أنت إذا أنت كنت واثقة بنفسك، نظرة الناس يعني نظرتك أنت أو ثقتك بذاتك حتنعكس على الناس. انت واثقه من نفسك، اوكي انا حكون واثق فيكي انك انت تقدري تسوي الشيء ده. المحيط اللي حوالينا لازم طبعا يكون بيشجعها، تاخذ الاساسيات في مناطق يعني كويسه، مناطق معروف انها هي بتطلع اجيال او بتطلع فنية. ايوه يعني عارفه انه بتطلع يعني من تحت المركز هذا، يعني يكون شيء كويس في مواهب. أيوه موجودة هذا. أيوه حلو. لكن من خلال تجربتك، لو سألتك إيش الدعم اللي ينقص الفنانة التشكيلية السعودية اليوم، تتوقعين إيش هو؟ المراكز الجماعية، زي ممكن تكون نوادي خاصة بالفنانات، مش مراكز تدريب أو لا، اللي أقصده إنه نادي الفنانات يجتمعوا فيه، يرسموا فيه اللي هو يعني معينة. قصدك هذا يعني يكون بشكل مخصص ومستمر. أيوة. ما هو مادي ولا ربحي ولا حاجة، يعني يكون أحد بيساعد وبيحابب الفن ويعمل الموضوع ده. حلو. وممكن بعد كده إنه هو يعني ممكن يستفيد منه، أكيد إنه لازم. فكرة مرة حلوة صراحة، يعني أتوقع يعني ناس كثير يحتاجوا إنه يكون عندهم مكان زي كذا، يكون طبعاً غير ربحي، ويكون يقدروا يتلاقوا اساسا الموهوبين صحيح مع بعض، ومن جد حتكون حتى التقنيات كل واحد يتعلم من الثاني. صحيح. بس لما نعرف استاذه سحر، ليش اخترتي الرسم والالوان؟ ليش ما اخترتي شيء ثاني؟ يعني هو شغف في النهايه، بس ايش الاحساس اللي يجيكي وانت بترسمي او انت بتنفذي لوحه؟ هل بيكون في الهام معين؟ لما الواحد او الفنان بيمسك لوحه والوان بينسى العالم، بيطلع لعالم اخر، بتقضي وقت بتفصلي عن العالم الواقعي، فلما ترجع للعالم الواقعي بترجع بنشاط وحيوية. يعني صحيح زي ما يقولون إنه الفنان يفرغ الطاقة اللي جوت من خلال الرسم. صحيح. يعني أنت مثلا لو كنت حزينة أو زعلانة، فعلا بعد ما ترسمين بتغير الشعور؟ ممكن فعلا. طيب لو إحنا حابين نتكلم شوي عن تجربة شارع الفن، إيش ممكن تقولوا لنا من خلالها؟ شارع الفن كانت أجمل أيام حياتي، كانت بدايتي وذكرى كانت جدا جميلة. إيش هو شارع الفن؟ يعني في ناس أكيد رسامين. بتابعونا. أيوة. أيوة. في ناس أكيد بتابعونا ما يعرفوا شارع إيش شارع الفن بالضبط. كان هو شارع الرسامين، هو أول سنة بدينا فيها إنه يصير في البلد شارع للرسامين في ضمن المهرجان، كان متخصص شارع للرسامين. ايش هو دورك فيه؟ كنت فنانة تشكيلية من ضمن مجموعة من الفنانين، تم اختياري وسبحان الله من اياميها يعني هم يختاروكم. ايوه هم اللي اختارونا، مش احنا اللي قدمنا، هم اللي اختارونا. وايش كانت اللوحة اللي قدمتيها او لا؟ هي لوحات يعني عارفة، احنا كنا بننزل البلد من في اوقات معينة من بعد العصر، نقعد نرسم هناك وبنعرض لوحاتنا، بتتباع اللوحات. حلو جداً. طب لو سألتك عن باقي المشاركات في شارع الفن، كيف كنت شايفتها؟ كيف كنت شايفة يعني الرسامين اليوم عندنا في السعودية، كيف شايفة مستواهم؟
طبعا في طبعا مستويات، انا ما اقدر احكم على المستويات. لا انا ما ابغاك تحكم، انا ابغى اعرف وجهة نظرك بس. جميلين اكيد، وكل واحد عنده نقدر نقول لمسه اساسا في الفن والاختيارات، لانه عارفه ليش سالتك، لانه احيانا بتكون في بعض اللوحات الغريبه، بعض الرسومات اللي فعلا تلفت النظر يعني بالنسبه للاشخاص العاديين، فما بالك شخص رسام. لذلك انا سالتك يعني هذا السؤال. اكيد. طيب استاذه سحر، كمان من الاشياء اللي انتم اكيد تحضروها بيكون اللي هي المعارض التشكيليه والفنون التشكيليه عندنا في السعوديه، نقدر نقول انت يمكن يعني انت من سكان جده اكيد. أيوة. فبتشوفي كيف المعارض، فايش رايك في ترتيب المعارض في اليومين دي وتجهيزها والفنانين اللي بتشوفيهم كل يوم؟ هل تحس انه في تغيير ثقافيا وفنيا عندنا؟ طبعا طبعا اكيد، احنا ما شاء الله يعني يعني عندنا نسبه جميله جدا في المعارض وترتيبها وتنسيقها، وعندنا معارض جدا جميله. يعني تحس انه يعني اثرت عليكم وساعدتكم؟ طبعا اكيد. جميل جدا. طيب اليوم لو سالتك عن تجربتك مع استاذه صفيه بن زقر، ايش تحب تسردين؟ طبعا من خلال الابتسامه حاسه انك حتسردين تفاصيل كثير. استاذه صفيه بن زقر هذه استاذتي، وما انكر جميلها في يوم من الايام، لانه هي اللي دفعتني للرسم بحب وشغف. فكنت اول ما بديت فكنت طبعا في البدايه الرسم رصاص وحبر فحم. فلما كنت اقعد اشتغل تيجي تشوفني تقول لي انت يا سحر اخذتي دورات قبل كده؟ اقول لها لا. تقول لي لا كذابه اخذتي؟ اقول لها لا والله ما اخذت. فكانت هذه الكلمتين بتديني حماس في داخلي اني انا يعني يطلع مني. صحيح. يعني اذا فنانه زي هذه قديره بتقول لي انه انت كويسه، تعطيك ثقه في نفسك. ايوه. هو هذا اهم شيء في الفنان او الانسان عامه غير الفن. الانسان لما بيعمل حاجه اذا واثق في نفسه فعلا حتطلع شيء كويس. طب بالمناسبه انا حابه اسالك، هل الفنان لازم يكون عنده دورات ودراسه ولا الموهبه فقط تكفي؟ هي الموهبه كويسه، بس انا من وجهه نظري انه لازم ياخذ دورات، لانه في حاجات بالذات اذا كانت يعني الواقعيه في يعني في المدرسه الواقعيه هي البدايه، هذه وجهه نظري. صحيح. انا تبدا في الواقعيه، لازم تكوني انت متقنه الواقعيه عشان تطلع للتاثير والتجريد وغير ذلك من المدارس. جميل جدا. الفنانه سحر عناني شكرا لك ويعطيك الف عافيه، ونتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله جميعا يا رب. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقيه فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل. كيف يكون الشخص عدوا لنفسه؟ سيدتي يناقش المختصين. قد تمر علينا أوقات نشعر فيها بالضيق من كل ما حولنا، فكل إنسان معرض لأن يمر بهذه التجربة، لكن في بعض الحالات قد يتطور هذا الضيق إلى مرحلة متقدمة ليصل للاكتئاب، والذي من دوره يؤدي لكراهيتنا لأنفسنا وعدم رضانا عن ذواتنا وكل ما حولنا. الإنسان كثيراً ما يختلف مع ذاته في شتى المواضيع، ولكن ليس معنى ذلك أن يظل أسيراً لتلك المشاعر السلبية وأن يكون عبارة عن آلة تتحرك دون إنجاز أو تحقيق لنجاح قد يشعره بذاته ووجوده في الحياة. كيف يستطيع الإنسان فهم ذاته وكيف يتمكن من تحريرها من تلك القيود والتصالح مع النفس للمضي في الحياة؟ بالفعل أسوأ شيء يمر في الإنسان بأنه دائما يكون لايم لنفسه، عنده مشاعر سلبية متضاربة مع بعضها البعض. يمر إحنا في حالات عدم رضا عن الذات وتوصل أحيانا إلى العدائية مع النفس، لكن كيف يمكن لكل شخص أن يتصالح مع نفسه؟ كل شيء حول هذا الموضوع رح نتعرف عليه من خلال ضيفتي في الاستوديو عن قرب، الأستاذة فوزية سيف مختصة بتطوير الذات. يسعد مساك يا أستاذة فوزية. مساكم أمطار وأجواء جميلة. كيف كانت رحلتك علينا على الاستوديو مع الأمطار هذه؟ يا سلام، هو الجو حلو بس أنه أخذنا مشوار طويل يعني أكيد مع المطر والزحمة، بس أنه رائع صراحة. الرياض هذه الأيام لا تفوت، اللي يبغى إيجابية يجي الرياض.
ما شاء الله تبارك الله، فعلا أجواء أوروبية خيالية يعني. الحمد لله. وحتى الأسبوع كمان الأمطار موجودة والأجواء الباردة كمان موجودة. الحمد لله. مع هذه المشاعر الجميلة اللي عندك والطاقة الإيجابية اللي جيتينا فيها، خلينا نعرف مشاهدينا عن إنه الإنسان لما يكون عدو نفسه قديش يضر نفسه، أو شيء إيش أو متى يكون الإنسان عدو نفسه؟ تمام. بالنسبة للنفس نبدأ فيها من الأساس. النفس واردة في القرآن أكثر من 367 مرة، سواء كانت كلفظ أو كدلالة. نعم. يعني الأصل في هذه الأنفس اللي هي النفس المطمئنة. نعم. والنفس اللوامة والنفس اللي هي الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. أغلب من يصاب بعداوة النفس يكون بالأمارة بالسوء، لكن طبعا الأحب إلى الله هي النفس المطمئنة بالتأكيد، لكن النفس اللوامة هي موجودة لكي تعيد هذا الشخص إلى الطريق الصحيح. يعني نقدر نقول إنه النفس اللوامة هي النفس اللي هي عدوة نفسها؟ نقدر نقول هي عدوة نفسها؟ لا، اللوامة هي التي تحاول أن تعيد الشخص إلى نفسه المطمئنة. نعم. الأمارة بالسوء هي اللي ممكن تبدأ فيه بعملية العداء. لو نلاحظ اللفظ بما أنه مر 367 مرة والأيام 360 في السنة. نعم. هذا دليل على أن النفس متغيرة. نعم. والتغير هذا مطلوب، احنا ما نبغى نتغير للسلبي قد ما احنا نبغى نطور بالنفس لإعمار الأرض. النفس لما تكون غير مؤمنة، القضاء والقدر عندها ضعيف، الإيمان بالله ضعيف، إيمانها بقدراتها هنا ضعيف، نبدأ نقول هنا مرحلة الخطر، يبدأ الإنسان يكون عدو نفسه. ليش؟ لأنه أساساً خلاص هو برمج على نفسه أنه هو ولا شيء في هذه الحياة، فيبدأ بالفراغ، فيصاب بالفراغ بكل ما هو محيط فيه، فيملأ الفراغ بفراغ، تلاقين حياته كلها ما لها أي معنى، ما لها أي حدود. العالم الألماني جوتا يقول أشر الأضرار التي ممكن أن تصيب الإنسان هو ظنه السيء بنفسه. نعم. هنا يبدأ العداء للنفس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال لا تحقرن نفسك، يعني النفس نفسها لا تحقرها، أنت ربي كرمك على أكمل صورة، فليش إحنا دائما نقول ما نبغى؟ الظلم للنفس، عدم القناعة، عدم احترام قراراتي، هنا أبدأ أنا أقول الإنسان قاعد يرجع على وراء. نعم. كمان الجاهل أحد أسباب أنه يصير عدو نفسه. أبي أفرق بس عشان الناس ما تأخذ علينا يقولون أن الأمهات كانوا جهلاء، لا، الأمهات أميين، في فرق بين الأمي والجاهل. الأمي لنا رسول الله اللي ما تعلم القراءة والكتابة، لكن لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم. يعني هو أمي لكن هو معلم البشرية. نعم. لكن الجاهل هو ما لا يفقه من الأمور شيئا، واللي ما يبي يتعلم أساسا. نعم. ويصير بناء عليه أفكاره مغلوطة. نعم. حتى لو تصححينه خلاص بنى نفسه على هذا القرارات، لدرجة أنه لو تجين تقولي له أنه مثلا العلم صار كذا، لا 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 أبدا، يعني إلا ما يعارضك في كل شيء. في قاعدة أساسية أنه إحنا في البرمجة، إحنا لما نبرمج نفسنا على قرار معين تلقائيا حيصير إرادي أنا أسوي. نعم. لما أنا أرفض كل شيء ومبدأي لا، تلقائيا الرد اللي بيطلع مو هذا رد يقول لا والله طلع مني لا إرادي، لا، هو تبرمج على أنك أساسا أنت في الأصل أعطيته قرار إرادي، فتبرمج على أنه يكون لا إرادي طوال حياتك. في دراسة تقول بأنه 80% من
حوارنا وحديثنا مع أنفسنا يخلينا نتخذ قرارات غلط في حياتنا ويخلينا مبرمجين على شيء غلط. صحيح. طيب إحنا كيف ممكن نحاول إنه نشيل هذه 80% من حديثنا مع نفسنا وحوارنا مع ذاتنا ونخليه شيء إيجابي في مصلحتنا ومستقبلنا؟ صحيح أستاذ اختار، وأنه هذه النسبة الدراسة لدرجة أثبتت إنه أثرت في شخصية الشخص إلى 70% أمراض سكر وضغط الدم. يعني أهم، يعني أمراضنا كلها منا، كلها إحنا من داخلنا منا. فعلا فعلا الإنسان عدو نفسه، لأنه أساسا إحنا قاعدين نبرمج نفسنا على قالب خطأ لدرجة أنه صرنا ندور أي شيء يشغلنا هو أساسا لا فائدة. في أشخاص تقعد تقول لك أنه أصلا تطوير الذات هذا كلام فاضي. إذا كلام فاضي، في القرآن أعطاك صفات خصائص للنفس البشرية 13 نفس، 13 خاصية، منها أنك أصلاً أنت جحود، أنت قاعد تجحد نفسك، ظلوم كفار، أنت قاعد تكفر لنفسك، أنت اللي قاعد تعطي، لكن هي أساساً جبلت على أنها تكون مطمئنة مستقرة. ليش ما أنت تستقر؟ ليش ما تسوي الهدوء لنفسك؟ لماذا وصل الإنسان لهذه المرحلة؟ ليش أصبح الإنسان يعني عدو نفسه؟ إيش الأسباب؟ الأسباب أنه عندنا الرفض دائما في المجتمع، دائما العادات اللي موجودة في مجتمعنا، دائما أي شيء يعارض عاداتنا أفكارنا اللي كانت عندنا قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة، لكن إحنا ما نوظفها حسب العلم. هذه مشكلتنا، أنه لا 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 توظفون حسب العلم، هذا يمكن خطأ يمكن أنه لا. هنا إحنا فيه لا ضرر ولا ضرار، احنا أمة وسط، لازم ناخذ العلم وناخذ الفكرة ونوظف الاثنين مع بعض. صحيح. الرفض المستمر اللي عندنا هو اللي سبب ان نصير في هذا القالب اللي هو قالب العداوة. عشان كذا تلاقين انا عادية معادية لهذه، ليش؟ والله هي افكارها متفتحة زيادة عن اللزوم. مو بشرط، العلم اقرب الناس الى الله العلماء. صحيح. يعني إحنا لو بحثنا وصلنا إلى الفكرة الصحيحة. كنت هتكلم عن الموضوع اللي قلتي من ناحية كيف نخفف هذا حدة العداوة للنفس من خلال الحديث. طبعاً إحنا ما نسوي حديث مع أنفسنا، وأول حديث لا يتم بالطريقة الصحيحة حديثنا مع والدينا. نعم. عالم ناسي والله الاسم، بس انه يقول يصل الطفل من ولادته حتى يصل الى سن 18 الكلمات التي يرد اليها السلبية 148,000 كلها هذه رفض. لا تسوي، لا تحط، لاحظيها في بيئتنا، لا تسوي، لا تروح، لا تتحرك، خليك هنا، كلها لا 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 لا. الطفل تعود على الرفض. الإيجابية منها فقط، تخيل المرحلة 18 سنة يمر فيها 400 كلمة فقط إيجابية. هذا اللي خلانا ينشأ الطفل أبناءنا في هذا المجتمع دائما في عداء، لأننا إحنا أساسا طوال الوقت معودينهم على هذه الكلمة. قبل فترة، الأسبوع الماضي تقريبا، كنا في تجهيز الأوبريت وكذا، فواحدة من الأمهات جايبة يعني أطفالها المشاركين للأوبريت، ذكر قالت أني أنا معطتهم تعليمات ولا تسوون لا تحطون. قلت أنت قلتي لا، الحين بتشوفين العكس، بيسوون العكس دائما دائما. صح، هذا هو. إحنا مشكلتنا عودناهم على طريقة الرفض. صحيح، لأن الطفل فعلا داخله. صح. دائما يرفض كل شيء أو كل كلمة فيها لا، لازم يرفضها ويسوي العكس. سبحان الله. الدليل عندنا الحاسب الآلي أصلا، تخيلي، صنع بناء على برمجة مين؟ الدماغ عندنا. ولم يرد فيه كلمة واحدة فيها رفض. لو تلاحظين في لما لو تنقرين بالأيمن في ناس لا تنسخ، لا تكتب أبدا، برمج على هذا الأساس. وهو فعلا دماغنا برمج على أنه ما في شيء اسمه لا،
اعطي امر تنفيذي مستقبلي عشان انه صحيح. يعمل عليه. اكيد احنا يعني قاعدين الحين قاعدين نتكلم على انه الانسان عدو نفسه، اكيد في المقابل في ناس متصالحه كثير مع نفسها. أكيد. راح بعد شوي نتكلم عن موضوع التصالح مع النفس، ولكن عندي سؤال يعني هو الواحد يفكر فيه دائما ويحاول انه يلقى له اجابات كثير، فيخاف انه يغلط ويصير عدو نفسه مره ثانيه. لما اكون انا في دائره راضيه عن نفسي ومبسوطه من اللي حولي ودائره روتينيه هذه يعني صحيح. لا راح تقدمني ولا راح تاخرني. طب انا كيف اكسر هذا الحاجز عشان اتقدم واصير مع الناس المتقدمه واطلع من هذه الدائره؟ صحيح كلامك سليم، فعلا احنا اغلب اللي مصابين باللامبالاه عندهم دائرة اسمها دائرة الارتياح. احنا ما نقول، احنا احيانا نلجأ الى هذه الدائرة حتى نتخلص من بعض الهموم، حتى وحنا في عمليات يعني الجلسات الاستشارية وغيرها نحتاج الى انه نخلي الشخص مدة شيء اسمه دائرة الارتياح. احنا ما نعارض عليها، لكن الدائرة المستمرة انه اقول والله انا مستب وضعي ما ابغى اطور حالي ما ابي، هنا السبب الرئيسي خوف. ولو ترجعون لأصوله كلها خوف وهمي. أكيد. لأنه ما في يعني كلها يقول أخاف والله يجيني، وهو حنا عندنا مثل معروف اللي خاف من شيء يطلع له. صحيح. فعلا يعني إحنا لو أنا بقول والله أخاف أنا عن نفسي أخاف من الصرصور. لو خاف من الصرصور بيطلع لي صرصور. صحيح. ففعلا يعني احنا قاعدين نهيئ انفسنا على طاقه سلبيه حوالين الهاله ونقول لهم تعالوا، اللي ما نبغاها تجي فبالتالي بيجينا. اخاف يركب السياره عشان يصير حادث، بيصير حادث. لذلك احنا اذا كان الهدف والله حتى لو انا مستقر وضعي، كيف أكون هدف كيف أنا أكون إيجابية وأكون إنسانة مصالحة مع نفسي؟ هذه الإيجابية لازم بالبداية نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي تبسمك في وجه أخيك صدق. أفضل شيء في حياتك لازم تدخل في كل مكان متبسم. ليش؟ لأنه التبسم أصلاً يحرك 13 عضلة، بينما العبوس يحرك 43 عضلة. يا لطيف، يعني مساكين جسمك كله ينهد وانت قاعد تحركه. فأول شيء التبسم ما بيضر، يعني لما نبتسم نضحك عشان الناس أصلا نكتسب فيهم أجر، هذا شيء. الشيء الثاني، حاول دائما أنه لما تبدأ يومك حتى لو أنت ما تحب دوامك معليش اطلع اذكر الله استغفر، لأنه هذه كلها وساوس الشيطان هي اللي مسببة لنا الخوف الموهمي. أكيد. فلو حنا أساساً يعني ديننا قبل لا يكون علم نفس، ديننا ترى مشبع من يعني الآلية للصحة. صحيح. عندنا مبادئ أساسية في السعادة أربعة. أول شيء يكون عندي حب لذاتي والآخرين، الهدوء، دائماً نلجأ للهدوء النفسي، الهدوء اللي هو الاطمئنان نقدر نقول. نعم، السكينة والاطمئنان. العلاقات الإيجابية مع الآخرين، بالأخير التبسم. تخيل إنه هذه الأربعة الأساسية هي موجودة في الدين وموجودة في مصادر السعادة. أستاذة فوزية، يعني الحديث معك ممتع جدا جدا جدا، يا ليت تسمحي لنا نتواصل معك على طريق تويتر ونتواصل في مواضيعنا أخرى وبقية الأسئلة الموجودة، لأنه في أكثر من سؤال باقي ودنا ناخذ منك الإجابات، بس الوقت مو قاعد يسعفنا. الله إن شاء الله راح نتواصل معك عن طريق تويتر وراح نسألك أكثر من سؤال عن طريق تويتر. شكرا لوجودك معنا اليوم. العفو، شكرا لكم على الاستضافة وهذه الأيام حلوة والوجيه المبتسمة، وفقكم الله. الله يحفظك يا رب ويوفقك إن شاء الله وتكونين ضيفتنا الأيام الجاية بإذن الله. مشاهدينا، كانت معنا الأستاذة فوزية سيف المختصة بتطوير الذات، وكانت فقرة جدا رائعة كيف الإنسان ما يكون عدو نفسه. إن شاء الله راح نتواصل معها عن طريق تويتر وراح نسألها كم سؤال وراح يكون عندها بإذن الله الإجابة. فاصل وراجعين. في سيدتي بعد الفاصل، التضحية والتنازلات بين الأزواج قد تكون سبباً في توتر العلاقة الزوجية. ورجعنا لكم من جديد. إيش هو الزواج؟ الزواج هو عبارة عن بناء أو شراكة مبنية بين الزوجين. هذه الشراكة يعني لها اللي هي نقول السلبيات والإيجابيات، اللي في مشاكل وفي السعادة، وطبعاً في المودة وفي الرحمة وفي الحب والعطف وأشياء كثيرة
الواحد ما يعني لازم ما يعني حتى ما يقدر يذكرها اساسا من كثرها. بس في كمان اللي هو نقدر نتكلم على موضوع التنازل. دائما يقول لكم في الزواج انه الطرفين لازم يتنازلوا، وبعدين بعد التنازلات تتسمى صارت تضحيات. وطبعا هذه الاشياء يقول لك طب انا تنازلت، طب انا تنازلت، وهي تنازلت وهو تنازل، وفي النهايه دخلوا في بعض ان الاثنين بيتنازلوا على اشياء غلط. وفي النهايه ان التنازلات هذه اللي على اساس يبوا يسووها ويبنوا حياتهم بالطريقه الصحيحه ويصير شراكه صحيحه ممكن تكون السبب الرئيسي لهدم هذه الشراكه. صحيح إيمان. طبعا هذا الحديث كله متى يبدأ لما كل واحد يتكلم عن تضحياته وتنازلاته في الحياة الزوجية ويبدأ يساوم الطرف الآخر على هذه التضحيات. طبعا فقرة هذه كثير حلوة وفيها تفاصيل كثير، راح تعرفنا عليها استشارية علم النفس الدكتورة نسرين يعقوب. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا دكتورة. سؤال صادم في البداية، هل التنازلات أو التضحيات هي أساس العلاقة الزوجية؟ صراحة هي ما في علاقة حتستمر ولا حتنجح إلا لما يكون فيها تنازلات. بس نحن ما يعني ما نبغى نبدأ بتعريف وتفريق ما بين تنازل أو تضحية. ما حد يقدر يعرف الفرق ما بين التنازل أو التضحية، أو مثلا إيش يعني تضحية وإيش يعني حقوق وواجبات، إلا الشخص نفسه. صحيح. في كثير أشخاص بيسيئوا تعريف التضحية أو بيخلطوا تعريف التضحية بواجباتهم اللي لازم يقدموها للطرف الآخر أو لأفراد الأسرة أو للناس. صحيح. اللي عايشين معها. فيعني خطير جدا لو الشخص شاف انه الاشياء اللي بيقدمها هي عباره عن تضحيات وانتم لازم تشوفوها. ممكن في اشياء هو طبيعي انها تصير في العلاقه الزوجيه، يعني طبيعي ان هي تطبخ للزوج، طبيعي ان هو يقضي مشاوير البيت، وهي هم يفكروا ان هم كذا بيضحوا يعني. ايوه ما هو هذا. فيعني اذا كان في تفاهم واضح وانسجام اني انا بقوم بدوري، انا ما قاعده اضحي. حتى الامهات اللي مثلا بتجيب اطفال مثلا بتقول لك انا ضحيت، بس انت اللي جبتيهم مو هم اللي جابوكي. ففي فرق بين التضحيه وفي فرق بين اللي هو لعب الدور بشكل صحيح. فاللي بنتكلم عنه اليوم التضحيه المبالغ فيها اللي تصل الى حد الاستنزاف لطرف من الاطراف، ولكن نبغى نقول ليش وصلنا لهذه المرحله والطرف الثاني ايش دوره. صحيح فعلا. بس دكتوره نسرين، كيف نقدر نعرف الفرق بين التضحيه، وكيف اعرف ان انا ضحيت، وكيف اعرف الفرق بين التنازلات؟ اكيد بينهم شعره. ايوه احنا خلينا نتكلم بصراحه، يعني احنا ما نبغى نزعل احد اليوم، ولا يعني في ناس اللي هم عايشين الاجواء جميله والناس مبسوطين ايوه والجو حلو اليوم ما حد داوم اظن. فيعني حنقول كلام شويه اليوم يمكن يصدم ناس كثير. يعني الشخص اللي بيكون يضحي بطريقه جدا مبالغ فيها وهو بيشوف نفسه انه بيقدم اشياء كثيره في سبيل اسعاد الطرف الاخر، وممكن يوصل لمرحله انه هو حاسس انه الطرف الاخر ما بيقدر، لازم تسال نفسك سؤال، يعني هل فعلا يعني انت بتقدم؟ يعني اليوم جات واحده قالت لي يعني عباره وقفتني شويه، يعني انا بتكلم بعمل ريفلكشن على العلاقات اللي بتمر علي وكذا، يعني بتقول لي انه الطرف الاخر اللي هي عايشه معاه بتقول لي زي اللي كانه الواحد صايم والطرف الاخر يعزمني على مطعم يملي لي السفره اكل، لكن وبعدين يدفعني فاتوره هذا الاكل اللي انا اصلا ما طلبته ولا كنت ابغاه. فبالتالي انت الشخص اللي بتقدم تضحيه، انت شخص كأننا بنتكلم على حب من طرف واحد كمان، يعني او حب اكثر بكثير من تواجد. صحيح. الحب في الطرف الثاني. فانت الطرف هذا اللي تعلقت وحبيت وقدمت اشياء مره كثير، اولا لازم تسال نفسك يعني قبل ما توصل لمرحله انك انت استثمرت في ارض بور او انك انت استثمرت في المكان الغلط، لابد ان انت تسال نفسك يعني هل فعلا اللي بقدمه هذا هو محتاجه الطرف الثاني هذا ولا لا. صحيح. وهل هو حيقدره في يوم من الايام ولا لا؟ فرضا انه هو ما قدر انه يقدره. المشكله هنا انه نحن يعني ما نبغى، يعني دائما المجتمع بيكون مع الشخص اللي بيقدم التضحيات. ما بنشوف الشخص اللي هو استقبل هذه التضحيه هو في النهايه برضه ضحيه في النهايه. ليش؟ لانه ممكن ما بيكون طالب هذه الاشياء اللي يعني بتتقدم له. يعني الضحيه ممكن الشخص اللي احنا قدمنا له التضحيه، مو يعني مو انا مثلا اللي مقدم التضحيه. ايوه يعني العلاقه هنا فيها شيء غلط، فيها شيء مش متكافئ، فيها شيء مش صحيح، فيها شيء مش سوي. فاخلاقيا انا بقول هنا الشخص اللي بتتقدم له التضحيات هذه، انت اما انك انت تقبلها وتقبل هذا الحب الكبير وتقبل هذه الاشياء وتحس انك انت مو انها يعني مغرقتك، لا لازم تقبلها ولازم تتعايش معها، او تتركها وتمشي. لكن لا، او من البدايه لا تحمل نفسك فوق طاقتها ولا تقدم تضحيات انت في يوم من هذا الايام الطرف اللي هنا. بالضبط حس ممكن في من الايام تندم عليها فعلا. ولا وفي تضحيات عن تضحيات تفرق، يعني في اشياء ممكن نضحي فيها واحنا عارفين ما راح تاثر علينا نفسيا على المدى الطويل او ما راح تغير من كينونتنا. وفي اشياء لا احنا عارفين انه مثلا انا كذا متربيه منذ نعومه اظافري
لا بس ليه ما نقدم الاشياء؟ يعني انا اقول الشيء الصحي في طريقه التقديم الاشياء، ليه ما اقدم الاشياء وانا مستمتع جدا فيها؟ يعني لما اعطي احد حاجه او لما مثلا اخذه مكان اكون انا جدا انا نفسي جزء من استمتاعي في على الموضوع. على حسب، احس دكتوره نسرين هذا ما يفرق على حسب تربيه الواحد. يعني مثلا اوكي بس اذا هذا الانسان مثلا مزعلني اكيد ما ابغى اروح اعزم على العشاء، ولا تبى تعزم زوجها على العشاء ولا هو يعزمها على العشاء، هم الاثنين زعلانين. هذا بالنسبه لك انه حط ضغط على نفسي عشان اوديه عشان نتصالح، بس انه بالنسبه لي ضغط نفسي. هو هذا احنا بنتكلم عن الضغط النفسي بالضبط. طالما انه يعني في اشياء حتضغطني نفسيا وحتستنزفني وحتاخذ من مجهودي ومن صحتي النفسيه، لكن انا بسويها عشان ما اخسر الطرف الثاني، عشان ما افقده او عشان ارضيه وبس، نو ماتر انا مبسوطه ولا لا، انا المتى حفضل اعمل كده. بس هو يعني انت عندي دكتوره في الحالتين هي مضغوطه نفسيا، يعني خرجت معه مثلا تعزمه على العشاء عشان ينحل الخلاف، انضغطت نفسيا، سابته وما اتصالحوا، طب هي زعلانه. هو هذا انا لازم اختار الالم. ايش اشرف الامي بصراحه وافضلها؟ انه يعني انا هل يعني انا اقول في العلاقات الزوجيه المفروض انه ما يكون في كرامه اذا كانت علاقه ناجحه فعلا. لكن انا قصدي انه بتكلم لا مش في المضاربات، انا بتكلم في موقف انه انا لما انا ايش الاشياء اللي مقرر اني انا اعطيها، سواء كان علاقات زوجيه او حتى علاقات ام باولادها او حتى صداقات. يعني انا لما اقرر اني انا اعطي الشخص بيكون جدا سعيد. من متى نخاف؟ لما يكون الشخص بدا يشعر انه عطاؤه بيستنزفه. معناته توقف هنا وتسال نفسك متى اقدر اعرف انه بتستنزفني؟ لما انتظر مقابل، لما اقول انه ما في احد بيقدر. انا اعرف انه الانسان يحتاج تقدير، اعرف انه كلنا في النهايه نحتاج بعض التقدير. صحيح. ولكن انا قصدي اذا انا وصلت لمرحله انه ما قاعد اشوف ردات فعل تتناسب مع عطائي، خليني اوقف احدد هذا العطاء شويه، عشان في النهايه يعني ان لنفسك عليك حق. صح. فهي رسالتنا اليوم مش للشخص اللي هو انه نحب نقول لازم نضحي ولازم مش عارف ايش، لا، الداينامكس اللي بتصير من خلال سيكولوجيه التضحيه والتقديم والعطاء بتودينا فين بالضبط؟ انه يكون عندنا وعي اكثر انه احنا ايش نقدر نتحمل وايش ما نتحمل بالضبط. وخاصه صحيح. احنا يا السرار مثلا احنا كسيدات دائما يقولوا ان احنا للسيدات اكثر عطاء، هل هذا الكلام صحيح ان احنا اكثر عطاء ولا هذا على قولتهم ايام الطيبين؟ لا بصراحه ما يعني انا ضد فكره انه نحدد جنس معين في صفه معينه. أكيد. يعني قولبه هذه انا اسميها او ستيريوتايبنج او نمطيه. لا صحيح. هو في صراحه في كثير رجال بيقدموا تضحيات جدا عاليه بالفعل. والسيدات هنا بيكونوا هم الطرف اللي غير واعي لها بهذه التضحيه ولا هم قادرين ان هم يقدروها. يعني انا ارجع واكد على فكره هنا انه الطرف اللي بيقدم هنا تضحيه انا في نظري يمكن هو يكون فعلا شخص ضحيه. انا احب اني هنا يعني هو حالتنا اليوم، هو الجوهر الموضوع احنا بنتكلم عنه، انه هو في النهايه فعلا بيعاني، فلازم يتاكد. طيب يعني هل انا في عندي متعه في تقديم هذه التضحيات؟ اذا انا ماني حاسس بمتعه وكلها خوف من الفقد فقط، لا خليني احدد عشان انا يعني انا انقذ نفسي قبل ما بالضبط. اني انا اقحم نفسي في علاقه او اقحم نفسي في دائره من العلاقات بتستنزفني. صحيح. لكن دكتورة نسرين السؤال الأهم في هذا الموضوع، الشخص أو أحد الأطراف لو قدم تنازلات ممكن تكون صغيرة من بداية العلاقة، هل مع مرور الأيام وتطور العلاقة ممكن تصير تنازلات كبيرة؟ يعني ممكن طرف من الأطراف يتعود أنه هذا الطرف خلاص بيتنازل وممكن بعد كده يعني توصل لتنازلات كبيرة. بالضبط هو يعني هو طبعا أخلاقيات العلاقة أنه حتى الشخص اللي بيستقبل المفروض أنه هو ما يسمح أنه هو يعلي من توقعاته. لاحظي أنه الطرف اللي بيقدم تضحيات بتلاقي دائما عايش مع طرف ما يكتفي. صح. طرف دائما يستقبل المزيد، طرف دائما بتبدا بترتفع توقعاته، وهذا بيبدا كمان مسكين يعني كمان بيصير تضحياته بس كانها صارت اوت اوف كويشن مضمونه فعلا. واكثر العلاقات او الجلسات اللي بنجلسها تقول يعني المراه تكون جالسه تقول انا كل مره اضحي تقول وصلت لمرحله انا صرت عباره عن كوب فاضي شخص مضمون ولا وغير كذا تقول لك كل ما وصلت خلاص قلت يا الله خلاص اخيرا اتدربت على هذا الموضوع وصرت اسوي له ذا الشيء وانا ماني زعلانه يجي يطلع لي تبدا ياخذ المعيار يزيد زياده بس هو اللي زوجها خلاص هنا ما له ذنب يعني ياخذ كل الطاقه اللي فيها بحيث انه هي ما تقدر حتى مع الاشخاص الثانيين ما عندها شيء تدين لهذول الاشخاص. صح. انا اشوف انه هو ذنب الشخص اللي بيقدم التضحيات. هو لازم كمان يعني كمان ينظر لمصلحته، ينظر لراحته النفسيه، ينظر لقدرته على العطاء عشان هو كمان يزكي كل شويه ويعمل صيانه لنفسه. بس دكتوره نسرين حرام السيدات يعني لما بيسووا ذا الشيء صح غلطتها
بس لانه اللي قدامها هو اللي راعبها من ذا الاحساس، او يمكن اغلب الازواج ترى يهددوا نسائهم، يعني يقول لك اذا انت ما سويتي كذا راح اطلقك، لو ما سويتي كذا. لا هذه نوع ثاني من ال، بس إمام ما نقدر نحكم نقول انه كل السيدات ملاك وكل الرجال شياطين. أيوة في من كذا وفي من كذا. لا هنا الحالات اللي زي كذا يعني بيكون هذا مجال ثاني اللي هو بيكون فيه فعلا تقديم التضحيات بسبب انه فعلا انا يعني ما عندي خيار ثاني، لكن هو باختياره. انا بتكلم الشخص اللي بيكون عن حبه وعن اختياره بيعمل كده، بس بيصل لمرحلة صحيح. لكن أخيرا دكتورة نسرين حابة أسألك، متى لازم الشخص يكون يحط لنفسه حد وخط أحمر ويقول هنا ستوب تنازلات، ستوب تضحيات، خلاص أنا ما ينفع أضحي أكثر من كده؟ يعني إذا تأكد أنه ما في أمل، يعني إذا تأكد أنه شعر أنه أنا وصلت لمرحلة أنا أعطيت كل شيء أنا أقدر عليه، ولكن ما يعني ماني شايف انه هنا في مجال لل، يعني على الاقل على الاقل الشيء اللي هو يبغاه. هو من حقك انت بالاخر، انت بني ادم صح. اذا انت ما انت مرتاح، اذا انت ما بتلاقي الشيء اللي انت منتظره، وقف وشوف. في ناس بيرجعوا بيعيدوا حساباتهم مره ثانيه، بيقولوا والله لا انا مستمر والتضحيه هذه عجبتني وانا ماني شاعر باي تعب او باي، بالعكس هذول الناس مرتاحين. ومتكلم على الاشخاص اللي بيفقدوا توازنهم، عن الاشخاص اللي بتسبب لهم في ديس اوردرز، على الاشخاص اللي بتأرق نومهم، اللي بيوقفوا لشغلهم، اللي مساكين ما بيقدروا انهم يكملوا حياتهم. صحيح. طيب انا لازم اوقف هذا الشيء على جوانب اخرى في حياتهم. بالضبط بالضبط. وعلى قولتك دكتوره نسرين، يعني الواحد على نفسه حق، وفي الواحد لازم ينتبه على نفسه عشان كمان يقدر يعطي بطريقه وتكون متوازن فيها، يعطي وياخذ بطريقه متوازنه. طبعا استشاريه علم النفس الدكتوره نسرين يعقوب، دائما مبسوطين بتواجدك معنا، وشكرا لك على المشاركه والموضوع الرائع. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقية فقراتنا هذا اليوم، فخليكم معنا. وشغف وبدون مقابل سخروا من وقتهم الكثير وأيضا من جهدهم الكثير، والعنصر النسائي أيضا موجود بقوة وحاضر بقوة في هذا المجال، لكن هالمرة هذه في المجال الأسري والاجتماعي. من ضمن عدة متطوعات العدد الكبير اللي موجود في المملكة، تنضم لنا ضيفتنا الآن الأستاذة عفراء القحطاني، نائبة فريق إدراك التطوعي. يسعد مساك يا أستاذة. ومساك إن شاء الله. أستاذة عفراء، أنت نائبة مؤسسة فريق إدراك التطوعي. نعم. الآن بنسألك عن مواضيع كثيرة عن فريق إدراك، هل هم كثر، العدد كبير، متى بديت وتأسس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تأسس في 2013 شهر 10، وكان بدايته من بنتين، إلى الآن صار تقريبا 10، وجروب ثاني كان متطوعات، العشرة هذول عضوات ثابتات ومستمرين إلى الآن الحمد لله 4 سنوات تقريبا. نعم. نعم داخلين في السنة الرابعة. يعني اخترتوا أنتم مجال تطوعي، وهذا المجال ما في أي مقابل مادي، وش كان سبب اختياركم لمجال التطوع؟ سبب إنساني بحت، سبب إنساني، وكان يعني ننظر الناس ودنا نساعدهم، ودنا نقدم لهم شيء. ساعات يستصعب علينا شيء، بس لما ندركنا موضوع أن في أشياء بسيطة غفلنا عنها، لو أنه بوجبة الموية، يعني كان أشياء نحس أنها كبيرة، فلما أدركنا هالمواضيع الصغيرة حسسنا الموضوع مرة سهل ومرة بسيط يقدر أي أحد يسويه. فبدينا بتغريدات بسيطة في تويتر، وقابلتنا كنا بمدرسة، وأستاذة أشواق اللي كانت معنا، أستاذة نسيت عائلتها، فهي اللي دعمتنا ووضحت لنا التطوع وكيف مجاله، وبدينا بأول. وهي اللي سمت اسم الفريق إدراك؟ لا، إدراك أخذناه من إدراك، من الوعي، إنه وعينا على. من أطلق عليها المسمى؟ ديما، أستاذة ديما هي المؤسسة. إي نعم المؤسسة. نعم. وهي اللي استوحت هالكلمة من الإدراك ومن الوعي اللي كانت تجهل هالموضوع. نعم. فلما وعد هالموضوع سمته إدراك. أنتم تساعدون الناس في أشياء كثير، خلنا نعلم مشاهدينا ونعرفهم على المجالات اللي تساعدون فيها العالم. نساعد في الجهات كلها المختلفة، بدينا مع المتلازمة داون، مع التوحد، وكان الفعاليات أي يعني اليوم العالمي للتوحد كنا نقيم فيه فعالية، نتفق مع مركز معين ونروح ونعمل فيه أركان، حتى أنه ما حبينا الروتين، جددنا في الروتين، يعني أركان مختلفة، أقسام مختلفة، حاولنا قد ما نقدر أنه الفئة هذه نكون على نفس وعيهم. فبدينا مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة،
وأسر المحتاجة من ضمن الأطفال أخذناهم ووديناهم لعالم جمولي وعفوا وبدينا معاهم. تستهدفونها أكثر شيء؟ بدينا أطفال. نعم. في أول في أول السنوات كانت كلها أطفال. بعدين قلنا نبي نغير نروح للتوجه للفئة الأكبر اللي هي الناشئة. وبدينا مع الأيتام وكان في تعاون يعني كبير صراحة وتوجيهات كانت منهم يعني صراحة يعني وجهونا اقتراحات إنه ترى أقرب لهم كذا وكان كل مركز نجي كان يعني الحمد لله ينادونا مرة ثانية إنه نبغى نفس اللي سويته مرة ثانية نبغى عندنا فعالية يعني يمكن ما بالغ يمكن 5 مراكز فكان أي فعالية تجي عندهم نبغى نفس أشياءكم. الأيتام كنا متوقعين عدم تقبل كنا متوقعين فيه حساسية شوي لكن سبحان الله مرة انسجمنا معهم من أول الوقت يعني على أنهم كان من عمر 15 إلى 25 سنة وكان واحدة منهم مقبل على زواج فكان في انطباع وجد سبحان الله ناسبت هالوقت أنه في واحدة منهم بتتزوج وكذا فسوينا لها زي البارتي الصغير وكيكة وكذا فكان يعني شعور لا يوصف صراحة وحتى المشرفة نفسها أعطت انطباع مرة كبير تقول كثير جهات جونا ما كان تفاعلهم نفس هالتفاعل يعني وش كان السبب يعني ليش كانت الناس متفاعلة معكم هالكثير؟ يمكن كنا قريبين من العمر قريبين منهم في العمر والتمسنا منهم وكان توجيهات من المشرفة الله يجزاها خير قالت ترى هذا اللي يحبونه مثلا نجيب زي البروجيكتر شاشة عرض وكذا ترى يحبون هالأشياء الجلسات فوفرناها والله يعني انتم درستوا وش الناس تحب اكثر شيء وش الاطفال إيه؟ يحبون وش الشباب يحبون وتسوون الاشياء اللي يحبونها عشان تقدرون تكسبون تفاعلهم معاكم ايه نروح للمركز نفسه كم فعاليه في السنه تسوون عاده على الايام العالميه وفي اشياء نسويها كمشاركات يعني في كم دار تحفيظ نقدم برامج معهم مسابقات يعني هذه كلها من دون مقابل يعني حتى في فرق المسافة إلا أن نروح ومن دون مقابل وكم جهة في يعني مدرسة نادتنا وفي متفقين الحين مع مدرسة يبغونا نلقي موضوع عن التطوع وكيف مردودة على المجتمع ومن هالنواحي هذه وكم جهة يعني تقريبا 4 أو 5 إذا مو أكثر يعني يعني ما راح اسالك السؤال التقليدي اللي هو من هم الجهات الداعمه بس ودي اعرف انه في احد قاعد يساعدكم يعني في احد قاعد يعني يشد على يدكم عشان تستمرون وتقدمون دائما الشيء المختلف للمجتمع جهه داعمه لا لانه صراحه كلمنا يعني كلمنا كذا مؤسسه نبغى نكون تحت مظلتكم داعمه لان اي جهه نجيها يقولون لازم انه انتم اي مؤسسه نقول احنا مجموعه بنات لا ما لنا داعم يعني جهودات شخصيه كل وحده زي ما تقولين قطه يعني فكان زي يعني مجهودات كلها شخصيه من تبرعاتكم ومن مجهودكم الشخصي مجهودنا الشخصي وبشكل بحت يعني وكان داعم لنا يعني اهالينا ما قصروا والله ما شاء الله يعني كل ما جينا كذا ما يقولون وش هو له ما له مقابل يعني تروحون ليش لا ابدا كانوا الحمد لله واعين في هالموضوع وجدا الدعم المعنوي كان لكن من الناحيه الماديه لا والله المصاريف مصروف كل واحده لانه طالبات جميعهم نعم جامعيات استاذه عفراء القحطاني شكرا لك شكرا لوجودك معنا اليوم الشكر لك وموصول لك ومشكورين على استضافتكم هذه وممنونه لك والاخ طراد وواجبنا ان دائما ندعمكم ونشد على ايديكم بما انكم انتم ايضا يعني متبرعين وقاعدين تسوون شيء للمجتمع فاحنا ايضا واجبنا ان نكون معاكم داعمين هذا ديدنكم ومشكورين جدا على دعمكم هذا من دعمكم واشكركم واشكر الوالده والاهل والجروب كان يعني ادراك من فرد صراحه كان جهوداتهم جدا واضحه يعني تعبوا كثير لكن باذن الله ما راح يضيع التعب باذن الله نتمنى لكم كل التوفيق استاذه عفراء يعطيك العافيه الله يعافيك مشاهدينا كانت معنا عفراء القحطاني نائبه قائد فريق ادراك التطوعي اما الان فاصل ونواصل ورجعنا لكم من جديد في فقرة خفيفة طبعا مع ضيفتنا اللي دائما منورتنا في مواضيع صحية وطبعا الناس اللي يبغوا يبدأوا حياة صحية
من الجميل ان احنا نعرف انه اكثر شيء يساعد الواحد انه يعزز صحته وتكون صحته سليمة انه يكون عنده معلومات ويكون وعي بكل شيء ايجابي يقدر ياخده يقدر ياكله يقدر يشربه. وطبعا هذه الاشياء كيف الواحد يعرف اذا صحيحة او لا؟ بطريقة واحدة، اذا كان عنده المعلومات الصحيحة والمعلومات السليمة. صحيح ايمان، لكن مع فوضى المعلومات اللي اليوم حقيقة بنعايشها في واقعنا معلومات كثير جدا، وهذه المعلومات ممكن تكون غير دقيقة وغير صحيحة، وهذه المعلومات اكيد بتواجهنا في كل مكان في حياتنا اليومية. عشان كذا كان من الضروري ان احنا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفتنا دكتورة رويدة ادريس اخصائية تغذية توعوية. يا اهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. يا اهلا بكم، منورين. انت اللي منورتنا دائما. طبعا دكتورة في البداية حابة اسالك، اكيد انت شايفة فوضى المعلومات اللي اليوم بنعيشها في واقعنا. مزبوط. ايش رايك في المعلومات اللي بتوصلنا اللي ممكن تكون ما هي دقيقة؟ هي غالبيتها ما هي دقيقة فعلا. يعني لحدث اخر فيديو وصلني انه اليوم واحد قاعد عمال يسوي تجربة موية حارة وما أدري إيش، والدهون إنها تصير كيف شكلها في الجسم، وهو واضح جدا إنه ما هو دكتور ولا بيشتغل في مختبر، طلعت في راسه يعمل التجربة في البيت، زي اللي جاب المشروب الغازي وحطه وخلاه يغلي صحيح. عشان يشوف نسبة السكر. هذه كلها تجارب أشخاص بيعملوها وبيوزع يعني وبتنتشر، وللأسف إحنا عندنا حب تصديق أي شيء، هل هو حسن نية هو. وقبل فترة شفنا اللي هو الفيديو واحد حاطط كوبين يقول لك الكوب في القهوة البلاستيك والكوب في مظبوط، يعني أشياء كثيرة بتوصلنا، وصراحة يعني نقدر نقول إنه إحنا صراحة بنصدق كل حاجة يعني، فنقدر نسمي إنه هذا أنا التصديق. أنا أمس جاني حقة البطاطس إنه إذا كان فيها طلع لها براعم معناته صارت سامة، وإحنا طول عمرنا يعني أتذكر إنه ماما خلاص تقشرها تشال البراعم وتقليها ولا تطبخها ولا أي شيء، فعلى طول في اشياء بتطلع في نشر، نقدر نقول في مزبوط. حماس زياده على نشر المعلومات صحيح. وتصديق مننا، وبعدين صار في حرب لانه كثرت الشركات وكثرت المنتجات، فصار في شركات بتحارب شركات صحيح. بالضبط. يعني شوفي هو الناس حتى لو ما صدقوا هذه المعلومات الا ما يصير شويه قلق كذا، خصوصا لو عندك اطفال صح. او عندك شيء خلاص تقلقي من الموضوع. نقدر بس حتى الام عارفه ايش الاشياء المضره والنافعه لولدها، هي بس نقدر نقول ان احنا في خطر، يعني هل نبالغ؟ احنا في خطر من الوسائل النشر المعلومات فعلا. يعني عشان كده يعني زي دوبي وصلنا خبر يعني انه جاء خبر عن احد الاشخاص الكبار، الكلام جاء عن لسانه وبعدها على طول نزل تكذيب، فالناس بتبدا بانه احذروا كده، عارفه تحسي كانه فيلم هندي كده حاجه وبالاحمر واشياء غريبه ووجيه وكده، وبعدين تقري الخبر ايش الكلام الفاضي ده، وفي الانستغرام صار يسوي لك دوائر الحمراء دي وتصدق تقولي في مصيبه، وبعدين انت ما انت شايفه، يعني زي انت بتشوفي اخر صوره هي اللي وصلتك، بس انت ما انت شايفه ايش الهدف من وراء الصوره ولا اثناء التصوير صحيح. يعني ممكن اجيب لك وانا اكون رحت ضفت السكر وارجع اصور ثاني واقول انه هذا طلع كل ده السكر منه ويا صح. لهوي وكده صحيح. طب انا ما شفت اساسا، ما كنت حاضره، وهذا ما يعني انت حتى اقوى لك في يعني اذا انا سجلت لك ما اقدر استفيد منها في اي محل صح. الا بوجودك انت، واخذ اذن مثلا انه انا حاعمل تحقيق. لكن دكتوره لو سالتك ايش هي الحدود اللي لازم يقف عندها كل ما هو ما غير مختص في نشر التوعية والمعلومات؟ أنا أشوف أولاً لازم نقول للمجتمع اللي حوالينا توقفوا عن نشر أي شيء ديني، أي شيء سياسي، أي شيء صحي، لأنكم أنتوا ما أنتوا أهل خبرة في أي شيء من دي الثلاثة أشياء، أنتوا بتثيروا الفزع والبلبلة صح. والمشاكل في المجتمع صح. فأنتوا بتكونوا بتسعوا في الأرض فساد، فمعناته أنه ما لنا دخل في دي الأشياء، جاني يوقف عندي البرودكاست مو أروح أنا عملت له أو إذا عندي أحد أثق فيه مختص في هذا المجال، والله أنا جاتني معلومة أتأكد منها من هذا الشخص. كثير يرسلوا لي بس هم لما بيرسلوا لي بيكونوا رسلوا بس كثير. غالبا أسرتنا أمهاتنا أو صحبات أمهاتنا أو الأمهات غالبا صحيح. ما هم عارفين يحسبوا، لما تسأليها تقولي لها طيب ماما هذا كلام غلط او شيء، تقول لك لا كل الناس ارسلوه في الواتساب. لا خلاص مدام خالتك في الواتساب يعني ومدام خالتك لا مدام خالتك خلاص ايوه لا فكلهم هي دائما تعرف اللي بيقول لها خالي انا ما لومهم، بيقول له قوم صلي، قال لها خالي اللي كان معي قالت لي يمكن ما ادن عنده هو ساكن جنبهم، فمدام اخوها ما في مشكله. لا وتلاقي صحباتهم كلهم نفس الشيء، يعني مثلا الاقيها من ماما الاقي ام صاحبتي ترسل لي اياها، ام صاحبتنا الثانيه، فهذه الاشياء بس كمان
في نقطة أخرى اللي هي مثلا أنا كنت حاسة بنوع من نقدر نقول مرض أو تعب مشكلة معين صحية. مشكلة صحية عندي فقررت أدخل وأعمل بحث في البحث اللي هو الجوجل. أيوة بالضبط. فأنا وقتها لما أجي وقتها أدخل وأسوي بحث معين تطلع لي مشاكل وتطلع لي حلول وزي كده. صراحة بالأمانة أنا من الناس وتجارب الناس أيوة بس أنا الأمانة من الناس في أشياء مرعبة فاهمين يعني احيانا تيجي تشوفي اشياء مرعبه وخلاص ابدا ادخل جو واسال اسئله دائما اقولها قرات كذا سويت كذا فيعني ينفجع زياده صح لانه شوفي غلط. في ناس تحب تدخل تسمع الريكومنديشن او ايش الناس الفيورز حقون اللي راحوا مكان مثلا يعني انا امس واحده بتكلمني تبغى تشترك عندي فجوزها قال لها ابحثي عن المكان ايش الناس بتقول. انت ما تقدر تبحث وتشوف ايش الناس بتقول لانه اول شيء الاراء مختلفه. انت تقبلك للموضوع يعني ممكن اسرار وايمان يعملوا دايت صحيح. عندي اسرار تمشي كما انزل الدايت وتعمل الرياضه وتاكل بمواعيد وكل شيء وينزل وزنها. ايمان كل يوم معزومه في محل مختلفين طبعا إيمان. ترى للمعلوميه العكس صحيح في حالتنا لا انا من البيت للشغل يا دكتوره عارفه بس ترى حالتنا العكس فتلاقي انه شو هسمعتي انت ما تقولي انه بناء على انه انت ما انت شاطره او انت ما اتبعتي مظبوط تقومي تحطي العيب انه لا انا رحت عند الدكتور ويده وما نزل وزني. طب يا دكتور ويده اخذتيها معك البيت اكيد لا بتيجي معي يلا اجي عشان اكلكم مظبوط. فهذا يتوقف يعني التجربه كل واحد يتعلم من تجربته. صحيح. انا ممكن اتعامل مع ايمان باسلوب سيء فحيكون رده فعلها معايا سيئه. صح. اتعامل مع اسرار بابتسامه وبلطف حتكون لطيفه فابتسام اسرار تجي تقول لي ايمان دكتوره رويده ظريفه تقول لها لا والله لا ظريفه ولا شيء شايفه نفسها بعمى ونص وما ادري ايش وتنزل في الدكتوره رويده. بس هي دكتوره رويده عاملتك بناء على انت مثلا اسلوبك. صحيح. كنت كيف معاها فما ناخذ تجاربنا من تجارب بالضبط. الاخرين. صحيح. نجرب بنفسنا نحاول نكون قدوه. وهذا اللي احنا حنسويه انا وان شاء الله انا ودكتوره فيفيان برنامج كن قدوه للامهات. نجمعهم على شكل فترات ونتكلم معاهم كيف هي تكون قدوه الام اذا هي حتكون قدوة سيئة حتنشئ جيل سيء أكيد. إذا هي حتكون قدوة أكيد. حسنة حتنشئ أكيد طبعا دكتورة رويدة كنا نتمنى أن الوقت يطول أكثر وكان عندنا أسئلة أكثر بس للأسف الوقت ما أسعفنا. أنا معكم دائما إن شاء الله بإذن الله. دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية التوعوية شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج سيدتي. نشكر وجودك معنا. يا أهلا بك. طبعا متابعينا وإلى هنا نكون وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا لليوم. كنا معكم اليوم وإن شاء الله دوم في برنامج سيدتي. دمتم بخير.